كما شدد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس على أهمية التعامل الإلكتروني لمعالجة الهدر المالي والقصور الإداري لتطوير العمل وتنمية الإيرادات. وأكد لملس خلال ترأسه اجتماعا لمديري المديريات ومكاتب الإشغال العامة والطرق، أكد أن التشغيل الآلي يساعد السلطة المحلية على كشف القصور ومعالجة الاختلالات الناتجة عن العمل اليدوي التقليدي في مختلف المؤسسات، مشددا في السياق على ضرورة تعاون جميع الجهات لتصحيح مسار وآليات العمل لتنمية الإيرادات. استعرض الاجتماع واقع العمل في مكاتب الأشغال العامة والطرق في عموم المديريات وفق برنامج مركز تنمية الإيرادات خلال 6 أشهر. وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والإجراءات الواجب تنفيذها في مكاتب الأشغال، ومنها تسهيل المعاملات وتسريعها وضبط عملية التراخيص ومزاولة المهن والرسوم التجارية والعدادات التجارية ومختلف المهام المنوطة في مكاتب الأشغال العامة وفقا للوائح والقوانين.